أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء جروب أغرب غرائب أعجب عجائب حول العالم، أجمل تحية من روما إيطاليا، والتصوير دون البث المباشر مخصوص للجروب، ويا رب يعجبكم. واتفرجوا بقى على روما، يعني نشوف هنا النظام، شوف يعني مكان الفيزا بالبسكلات، الفيسبا الشارع كله يعني مخصوص المكان ازاي، النظام وكله لابس الخوذة والسيفتي كمان. ايوه، شوف كل دي موتوسيكلات، وده مطعم ايطالي كده على الرصيف، ودي هنا محطة المترو، هزوم عليها. شايفين الناس ماشية مع في هدوء، كل واحد في حاله، ومفيش الإزعاج والدوشة اللي بنشوفها في الدول بتاعتنا العربية. وده كشك كده في الشارع بيبيع فاكهة وخضار. دول في أولاد هنا هنود أو بنجالة تقريبا، معاهم حاجات في الأرض يفرشوها، لأن امبارح برضك في الوقت ده جم فرشوا شوية حاجات هنصورها ونفرجوا عليها. بيركن الفيزا بتاعته الموتوسيكل أهون، بس موتوسيكلات إيه يعني، حاجة فخمة يعني، مش مش الحاجات التعبانة اللي عندنا بتاعتنا يعني. شوف الموتوسيكل عامل إزاي، كأنه سيارة يعني. الموتوسيكلات وبنحيي أستاذ أحمد من بورسعيد، وأجمل تحية من روما، ومعانا دلوقتي بيشاهد الفيديو ويسلم لنا على اللي عنده كلهم. وإيه رأيك؟ والأستاذ ياسر عابد مشرف الجروب معانا برضك بيشاهد، بنحييه من روما، وأجمل تحية لأهل فلسطين يا أستاذ ياسر. اتفرجوا هنا على حتة جميلة قوي عجبتني، شوف المباني الإيطالية، شوف هنا معانا في السطح في ايه، شوف السطح خضرة وورد وزهور. المبنى الإيطالي ده برضك، الشبابيك عاملة ازاي، الشيش كبير قوي ازاي.
الراجل المسكين ده في العربية الصغيرة دي في باب ليش النت البث كان قطع النت يعني ضعيف. معاكم تاني برضك نكمل عربية مش عارف النت ماله مأثر على البث جامد. الاولاد دول بدأوا يفرشوا هم حاجتهم اتفرجت عليها برضه، بس الاسعار هنا في اوروبا يعني شفت انا روما وباريس والمانيا الاسعار غاليه غاليه. انا يعني بقارن الاسعار بالحاجات اللي عارفينها في منطقتنا، بجد الاسعار عندنا كويسه جدا. يعني ممكن لو واحد يشتغل هنا ياخد باليورو يروح يشتري حاجاته من بلاد بتاعتنا، يعني لان هنا الاسعار نار قوي. يعني لما تيجي تضرب اليورو المبلغ باليورو وتحوله بعملة بلدك بتلاقي الأسعار مرتفعة جدا جدا يعني، فتستخسر تشتري. فهو نصيحة محدش يشتري من هنا. في حاجات ممكن حاجات صغيرة بس، يعني هدايا تحف حاجات صغيرة بتبقى تجيبها يعني للأصدقاء أو ليك رخيصة كويسة يعني. لكن انا شفت اللبس والشنط حتى الحريمي والاحذيه اسعار غريبه يعني. اعتقد هنا بالنسبه للي عايشين هنا اذا كانوا بيقبضوا مرتب حلو ودخل حلو هيقدروا يعيشوا كويس يعني. فكويس شوفوا هنا المحطة والناس كتير عند المحطة، وده رايح وده جاي والدنيا هادية يعني مفيش الدوشة بتاعتها، والناس نظيفة كده يعني مش عارف مستحمية ولا ايه. طبعا انا كنت في فرنسا قبل ما اجي هنا ايطاليا. فرنسا للأسف ما فيهاش غير منطقة المنطقة السياحية بس، واللي فيها البرج إيفل والمتحف اللوفر والحاجات دي منطقة نظيفة جدا يعني. لكن بعد كده انسى بقى، يعني كأننا في مصر كده في العتبة في الدراسة في شبرا في المناطق الشعبية أو في مصر يعني. بعدين تمشي في باريس كده تلاقي الناس اللي في أهل أفارقة والعرب مليينها.
بتاع الكشك ده بيبيع فاكهة وعصائر ومياه. ألف شكر يا أستاذ ياسر وربنا يخليك. وكمان معانا الأستاذ علي سقايف بيقول مرحبا، احنا بنرحب بحضرتك يعني، ويا رب كده البث يكون عجبكم. منظر يعني الشارع جميل والمباني الإيطالية جميلة. المغرب قرب، هنا الدنيا بدأت تظلم شوية اهي. معرفش انا التمثال ده عجاز اللي بتتكلم عليه، انا يعني معرفش انا الحاجات دي يا عم. هنفرجك هنا بس على الموتوسيكلات والمكن ده والفيسبا والحاجات دي. اتفرج على محطة المترو تيرميني واسكت بقى. حبيبة من سوريا بدينا نشوف تمثال كريسي بابا فاتيكان ولا لا؟
ما اعرفش مكانه فين التمثال ده اساسا. انا رحت كلوسوي دي كلوسوي ولا كلوسي دي، ورحت فونتانا وصورت حاجات جميلة هناك. نزلت لكم حوالي صورة أو صورتين من فونتانا وكريسي ديان كلوسي، فشوفوها يمكن تعجبكم. وفي فيديوهات برضك منزلها على التشانل، هنزلها على التشانل بتاعتي، فهبقى برضك ايه يعني اعرفكم بيها وكده. لكن ما اعرفش انا التمثال اللي بتقول عليها حبيبي، حبيبة سورية. كارا بتقول هو ده سوق الدراجات المستعملة ولا ايه؟ لا للأسف ده باركينج في الشارع، الناس اللي بتيجي هنا عاوزة تقف في المكان وتشتري حاجة ولا تخش مطعم بتركن في هنا. يعني كم مكن موتوسيكلات فيسبا كتير فعلا ما شاء الله، بس ده مش للبيع، هو لسه ده بيركن اهو ويحط ويقفله ويمشي. ده عبارة عن موقف باركينج. بس خليني أقرأ اتفرج على الحتة المعمارية الجميلة دي. شوف في السطح الروف مليان خضرة ازاي.